فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حفظ صور ذوات الأرواح في جهاز الجوال؟ لا يجوز الاحتفاظ بالصور في أي مكان، ما يجوز الاحتفاظ بالصور إلا الصور الضرورية التي يحتاج إليها الإنسان في مصالحه التي لا بد له منها، هذا للضرورة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.